مرحبا بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. وقبل ما نخش في الاجواء بتاعت ماتش الاهلي والاتحاد النهارده، كنت عايز اتكلم على موضوع السيطره الميدانيه اللي في ناس كتير جدا بتتكلم على ماتش الاهلي والزمالك اللي فات. ماتش الاهلي والزمالك اللي فات السيناريو ده حصل برضه قبل كده معانا، يعني ماتش السوبر كانت السيطره لينا والفرص لينا والاستحواذ لينا، كل حاجه كانت للنادي الاهلي، ولكن فاز الزمالك بضربات الجزاء. خلي بالكوا ماتش 3-1 برضه نفس الحكايه، ونادي الزمالك الاستحواذ لينا والسيطره لينا والفرص الكتير لينا واضاعه الفرص لينا، ومع ذلك نادي الزمالك كسب المباراه دي. ولكن انا اللي عايز اقوله لكم ان مش دايما اللي مستحوذ على الكوره ومعاه السيطره الميدانيه هو اللي بيكسب، ومع ذلك برضه بالارقام هنشوفها مع بعض دلوقتي وهناقشها مع ضيوفي الاعزاء. الارقام بتقول كمان برغم الاستحواذ كان لنادي الزمالك، ولكن الارقام معظمها كانت في صالح النادي الاهلي. وادي الارقام ايه قدام مننا على الشاشه، ادي نادي الزمالك والنادي الاهلي. نخش على الاول على الفرص والاهداف. نادي الاهلي 2 من 5 فرص، نادي الزمالك 1 من 4. يبقى هنا الفرص الافضليه فيها للنادي الاهلي. طيب ندخل على التصويبات على المرمى، كل فريق صوب 9 تصويبات، ولكن النادي الاهلي 5 ما بين الثلاث خشبات، نادي الزمالك 4. تمريرات البينيه الصحيحه، نادي الاهلي 4 من 7، نادي الزمالك 1 من 2، يعني نسبه 50%. التمريرات الصحيحه دي بقى اللي هي الاخيره اللي هي بتاعت الاستحواذ، اللي هي بتبين استحواذ نادي الزمالك على الكوره اغلب الوقت، 382 457 مش اغلب الوقت، هي كانت 53 47، ولكن النادي الاهلي 340 من 424. ناس بتتكلم اللي هي كانت بتقول بقى ان الاستحواذ والسيطره للفريق اللي هو الاحسن، الفريق اللي كان لازم يكسب. مين اللي قال كده؟ الكوره ما فيهاش كده، الكوره انك تجيب جول وتكسب، الكوره مش بالاستحواذ بس، الكوره انك تستغل فرص. طب ما احنا جات لنا في السوبر نفس الحكايه، في السوبر اللي بعد كده في ماتش الدوري، واحنا اللي كانت لينا الافضليه والاستحواذ. ولا ايه رايك كابتن شريف؟ بص يا كابتن ايمن، ربنا في المباراه دي ادانا كاس افريقيا، فهيبقى في رياكشن من اي حد تاني بيدور على اي حاجه يثبت ان هو كان موجود في المباراه. زي ما انت قلت الحكايه مش استحواذ، حكايه اهداف. الله يرحمه كابتن لطيف قال لك الكوره جوان، كويس؟ اهو بقى اتطبق في المباراه دي، واتطبق في المباراه اللي قبلها، واتطبق في المباراه بتاعت السوبر. اللي ما بيجيبش جون يا جماعه هو اللي بيدفع الثمن، اللي ما بيروحش يستغل الفرص اللي بتجيله هو اللي عدم التوفيق هو اللي بيكون فيه. بس انا عايز اقول على حاجه، حاجه فنيه ليا شخصيا انا في الملعب، يعني انا مش عارف اخش منطقه جزاء الخصم، منطقه العمليات نفسها. فلما لعيبتي كلها تنزل نص الملعب وتعمل زياده عدديه على الاثنين ثلاثه او الاربعه يبقوا 6 7 بتوع نادي الزمالك على طول موجودين في نص الملعب، فبالتالي ان الكره هتبقى لو انت عملت ميز باس او عملت اي حاجه الكره هتبقى من مصلحتهم. فالتداول بتاعهم كان بيحصل ايه؟ في المنطقه قبل خط ال 18 بتاعك كان عندهم منطقه عمليات باس 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 باس. انت عارف كابتن شريف مفيش تهديد ليا في اي حاجه انا، لدرجه ان احنا قلنا ايه؟ ايمن اشرف ياسر ابراهيم من احسن المباريات اللي هم عملوا فيها ايقاع ووقفه واستقبال، وكره كانت بتجي لهم بيقدروا يطلعوا يعملوا تكوف بسهل جدا، ما عندهمش اي مناوشات، ما عندهمش اي حاجه. هم اخروا نفسهم في القرار ان هم يخشوا جوه 18، اعتمدوا عارف على ايه ايمن؟ ان هو كوره احمد سيد زيزو ده هيبقى ناحيه اليمين ويروح عامل العرضيه لمصطفى محمد ويبقى في توفيق في كل مره، الناحيه الشمال اسلام ده يروح ناحيه الشمال، انما النادي الاهلي اكيد يعطل الاطراف دي. كابتن شريف عملوا ايه ايمن؟ نزلوا لغايه نص الملعب فتحس بيهم فعلا ان في زياده عدديه. لا وتاكيدا على كلامك معظم الخطوره او التهديد نادي الزمالك لمرمى النادي الاهلي كان تصويبات من خارج ال 18. والله ما في، كان شيكابالا الوحيد اللي بيتحرك فيهم اكبر ناس سنا. كل التصويبات اللي بيهرب من خارج ال 18 وعايز اي سبورت من اي حد كمان. ايمن ده عايز سبورت الراجل يلعب مع اي حد معاهم، ما فيش. هم حاسين دايما بيلعبوا على رد فعل ضد النادي الاهلي، هم عمرهم ما كانوا فعل قدام النادي الاهلي. بالظبط هي دي اللي هقولها لك الحقيقه، يعني ان انا النهارده انت لما تشوفهم موجودين في نص الملعب وبيقدروا يطلعوا الاطراف شويه. بص معانا على الشاشه كابتن شريف تصويبات نادي الزمالك، بص كلها من بره ال 18 تقريبا. اعتقد طارق حامد شاط واحده منهم وجت في الديفنس عندنا وراحت في ايد محمد شناوي. دي من الحاجات اللي انا فاكرها
انما غير كده انا عارف بقى ان في عرضيات حاجات بتلعب بالعرض، حاجات مناوشات من على الاطراف. مع نجاح الناس دي نجحوا مره واحده اللي هي بتاعت شيكابالا وجون كويس جدا الحقيقه، انما فين خطوره الاهلي اللي هو بعد ما جاب الجون الاولاني كان ممكن يجيب الجون الثاني بقى جاي. فين خطوره حسين الشحات؟ حسين الشحات في اخر ثانيه في اول تايم اللي بيلعب كره عرضيه اللي يقدر حمدي فتحي كان يقدر يرتقي كويس جدا ويلعبها سماتش بدماغه، نبقى احنا طالعين 2-1 في المباراه دي. فين الخطوره الفعليه للانفرادات اللي بتحصل في المباراه؟ كانت من النادي الاهلي. يعني اهي تصويبات النادي الاهلي، شايف خمسه منهم ثلاثه او اربعه تقريبا من جوه ال 18. طب بص بص السبيس فين والدخول فين والرغبه فين والكورنر اللي انت جبته الاولاني تاكتكس، انا ما شفتش حد يتكلم على التاكتكس ده، ان النادي بتطلع كلها من بره وبتروح داخله كلها هجمه فبتعمل هدف لاول مره احنا كان بنشوف الحركه صحيح. دي يمكن عادل صحيح. عنده في التمرين كنت بشوفه يقفهم طابور ورا بعض كده، عادل بتوقفهم عايز يعمل نفس الشكل يعني. بس الحقيقه في حاجات احنا فيه. كمان صحيح. ما عملناش ستريس عليها للنجاح اللي احنا عملناه وللتفوق اللي كنا فيه في الملعب. ومن حق اي حد يقول لك ايه انا كنت متفوق، ماشي انت كنت موجود وحاسين بنعل الكوره عندك، بس ما فيش خطوره، انا ما مش خايف صحيح. انت على طول على طول كل تهديداتك في نص ملعبك صحيح. مش في نص ملعبي صحيح. انا ولا عند الخط 18 بتاعي.